وسهلا بكم في صبرير. السلام أك قيس سعيد. قيس سعيد بتاع الشعب يريد. قالك بعث طائرة عسكرية لألمانيا باش يجيب 25 جهاز تنفس اصطناعي لتونس الجماعي. يقول 25 جهاز تنفس يبعثوا لهم طائرة عسكرية. طائرة عسكرية راهي قدمة هنا الغادي. حتى اسمه البيلوت. البيلوت متاع الطائرة العسكرية قالوا له هيا هيا قالوا له حذر روحك حذر روحك باش تطلع لألمانيا تجيب الإمدادات من غادي. قالوا له السيد الرئيس راه خدم علاقات ودبلوماسية وباش يجيب لنا أجهزة تنفس اصطناعي من اسمها من ألمانيا. هذا البيلوت قال لهم بربي سامحوني مثبتين توا طيارة عسكرية واحدة تكفي مادام الرئيس في الحكاية قال لهم أكيد أكيد هذه الشحنة متاع أقل حاجة 5000 جهاز تنفس و2000 سرير انعاش وخمسة امبولانسات. لا قالوا له مش لك الدرجه مش لين الكميه اقل شوي يا ولادي. قلم راي الرئاسه هبطت بيان جمله في الحكايه الصفحه نتاعها يعني كان مش 5000 جهاز تنفس راهم يا سيدي على القليله 2000 ولا 3000 يا ولادي راهو يلزمني قلم اقل حاجه زوز ثلاثه طيارات اخرين معايا مش لعب الرئاسه راه. لا قالوا له اسمع قالوا له خويا شوف من الاخر سيد الرئيس راهو بعث طائره عسكريه لالمانيا باش تجيب 25 جهاز تنفس. نعم قلم 25 اي والله الا والله ذكوا قالوا 25 جهاز تنفس. قال مخرجيني من خطايه نومي ولابس الكسوه ومخرج الطياره من الباركينج وصب لها الكيروزين وبعد تقول لي 25 جهاز تنفس يا ردي. قال 25 هذوما برجلي يجيو في فلوكه واحد مروح من الخارج يجيبهم لك معاه في يده يبعثهم لك راجل عمتك في كولي اما تبعث تجيبهم في طائره عسكريه هذه ما تسمحني برجلي. اما لا يا جماعه لا مش للدرجه بصراحه هكا هبطوا بيان في الحكايه جماعه الرئاسه ومروح. قال لك في اطار متابعته المتواصله لتطور الوضع الصحي الدقيق ببلادنا نتيجة الانتشار السريع لفيروس كوفيد 19 أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بتوجيه طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي إلى تونس. لا والأدهى والأمرة قيس سعيد بعث طائرة لألمانيا باش يجيب 25 جهاز تنفس وثم الطبيبة متطوعة بعث 150 جهاز تنفس اصطناعي يا أخي شدوهم لها في الديوانة لتو في المحجوز. يعني السيد عنده 150 جهاز ينجم يجيبهم بتاكسي من الديوانة تو وماشي يجيب في 25 جهاز بطائرة عسكرية. أما لا لحظة لا ما طلعوش الماء الصعد ومن بعد طلعت مش هكاك الحكايه يا جماعه. هي الرئاسه ما عرفتش تعبر ايش نعملوا لهم ما يعرفوش يكتبوا ايش نعملوا لهم لانه الطائره العسكريه راه قال لك مش باش تجيب 25 جهاز تنفس اصطناعي لا باش تجيب من المانيا 25 محطه اكسجين متنقله. سيد اخويا امال مش كيف راه 25 محطه اكسجين متنقله كل محطه قادره على تزويد 400 الف لتر اكسجين في اليوم. هاي هاني وليت نخدم في الكوميونيكاسيون تاع رئاسه الجمهوريه كي قادر عليه ربي. اما بيناتنا كي نغزروا للوضع من بعيد شيء مؤلم لانه كل مره ونحن مدين يدينا للمساسيه تونس با 3000 سنه حضاره لا عندنا سره لا عندنا اجهزه اكسجين لا عندنا اجهزه انعاش لا عندنا تلقيح لا عندنا سبيطارات نهار كامل ونحن مدين يدينا للطلبه ومدين ساقينا للعصا والضربه. الله يهدي اللي كان سبب وخلينا فرجه قدام نهب ودب ورشم له شكبه. Sabrayar.